صاد وركات وحكي شاب معكم زايد في لعبة دانجن رومبا 3. وزي ما شفنا في الحلقة السابقة الشباب احد الضحايا ماتوا، وفي هذه الحلقة الشباب راح يكون فقط تحقيق، طبعا شاب اللي بعدها محكمة. عموما شاب خلونا نبدأ. اوكي شاب، زي ما تشوفون رانتورو ميت امامنا اللي ما توقعت يموت صراحة، وانا شاب عندي نظرية. اوكي لو تلاحظون شاب قبل ما يموت الباب السري كذا فجأة تسكر، يعني شاب رانترو كان يعرف انه في باب سري، لكن يوم حاول يفتح الباب السري فجأة هذه الكاميرا اشتغلت ورانترو استغرب اكيد، قال ايه وات كاميرا. فلما راح عند الكاميرا القاتل جاء وراه ضربه في راسه وشرد من الباب السري، واذا شرد من الباب السري يعني هو عنده بطاقة الباب، انا ما اتوقع شاب ان الباب السري كذا فجأة بتسكر. المهم شاب خلونا ما نطول سوالف ويلا نبدأ. ايوه لقد مات على الارض. ايوه ايش السالفة؟ الو شاشة سوداء. الحين الشابتر هذا ديدلي لايف صح؟ ايوه ديدلي لايف، نقاص واحد ميت. يلا تحقيق رانترو. ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ ايوه الحين شافوا اول ضحيه شيء من اوكي اكيد طبيعي. بعد ما صرخ التنكو الباب الامامي من المكتبه انفتح، والاربع اشخاص اللي كانوا في غرفه اللعبه دخلوا. هم صح؟ ايوه وصلوا. ماذا حدث؟ كنت سمع صراخ. ايوه شيء دم، الكثير من الدم. هذه تو وطف. ليش هذا رانترو ما الخطب انه ميت بعد؟ شو ماذا ميت هذا؟ غير ما وطف، كيف تبدين يعني هادئه؟ ايوه هذا شاب الشويتشي راح عند رانترو يشيك على يعني اذا يتنفس ولا لا. ايوه خلاص وير تو ليت، اكيد تاخرنا. لقد مات. السؤال هنا مين اللي قتله؟ اللي دخل الباب السري يا شباب. رؤيتي بدأت يعني تدور، ولا اصبروا لاحظت شيء يا شباب. مو برانترو قال راح انهي اللعبة؟ يمكن هو اساسا فتح الباب السري بالكامل يعني خاصة مع البطاقة، وبعدين في حد شافه واستغل هذه الفرصة. أول ما قتل راح عند الباب السري، هو مو بعارف وين راح يوديه هذا الباب السري. أيوه وأنا حسبته كان معاه البطاقة. خلونا نكمل يا شباب. لماذا رانترو هنا؟ ما يوش السالفة؟ الشاشة مطفة ما يبين من كوما. هل هذا هل هذا يعني ان العقل المدبر ميت؟ مدير رانترو مو بالعقل المدبر. نعم هذه هي، هذا يعني ان رانترو كان، لا ما اتوقع حبيبي. الباب السري فجأة تسكر، ما يتسكر بروحه. هذا يعني لعبة القتل بدأت. ماذا؟ لعبة القتل؟ اذا في حد قتل رانترو و انتظري يمكن لا. ماذا تعنين يمكن لا؟ يمكن لعبة القتل ما بدأت، يمكن هذا أنهاها. ماذا تعنين؟ العقل المدبر، رانترو كان العقل المدبر. ماذا؟ العقل المدبر لا أعرف كيف مات، ولكن إذا رانترو كان في المكتبة قبل ما الوقت ينتهي، أيوه في فرصة عالية أن العقل المدبر يعني خطط لهذا. وإذا هو ميت، أيوه دق الجرس. ماذا؟ خلاص جي جي مونوكوما إز باك ليديز اند جنتلمان. ايوه طبعا شوف هذا هو الانذار انه خاص يعني تم القاء جثه. الكل تجمع الى المكتبه. ايوه الجريمه حدثت قبل فوات الاوان. ونكوما ولكن كيف؟ لازم اعترف كنت قلقان لان اللعبه ما بدات. انتم حقا تعرفون تخلوني ارتبك. ايوه ولا زال مونوكوما يتحكم فيه، وهذا اثبات ان رانترو مو بالماستر مايند. الماستر مايند يتحكم فيك؟ أتعنين الماستر مايند الحقيقي يتحكم فيني وتعتقدين انه كان رانترو؟ بالطبع هذا خطأ. إذا الماستر مايند مات هذه لعبة القتل خلاص بتنتهي. الضحية رانترو الالتيميت، مين يهتم؟ أنا أهتم يا حبيبي، هذا الالتيميت حقك قوي شكله. أيوه هذا شوب كاديو قاعد جينا أول ما سمعنا الحساس. ما في حد كان في المكتبة، رانترو هو الوحيد اللي مشى يعني هذا البوكيس عشان يفتح الباب السري. يعني الا يعني انه كان يحاول يستعمل الباب السري، وكان يقول شيء عن انهاء لعبه شيء كذا. يمكننا عرف عن مكان الباب السري عن طريقنا لما كايدو وشويتشي كانوا يتكلمون عن الباب السري. ايوه يقول الصور صح، نقدر نشيك على الصور، انا متاكد الكاميرات راح تعطينا دليل. ايوه باب المكتبه بعد انفتح، شو السالفه؟ وله الكل جه الحين. شيء من رانتر، ولكن لماذا؟ هذا رانترو توقعت، مدري والله مدري ايش تقول هذه. اذا لقد حدث. ايوه واضح عش استهبل شاب، هذه كذبه صحيح. رانترو اعني لقد انقتل يا عم. مستحيل قاعد يكذب، صدقوني يكذب مشاعره. صح هذا قال الدافع الاول الفيرست بلود هذا. الو اذا انت القاتل اللي قتلت رانترو ارفع يدك. اي هذا حسه بيكذب ولا؟ الشخص اللي قتل رانترو كنت تعرف ذكر هو اللي قتل رانترو صحيح؟ كيف تعرف ان ذكر هو اللي سواها؟ ايه من هذه النسوية ايش تبي هذه؟ هذا الاحمق كيف يقتل نفسه؟ من اللي سواها؟ راح اعطيه له بوكس واطيره للفضاء. يلا الحين المفروض يرفع يده القاتل صح؟ يا
الله يا اخي ليش تجون يا اخي تخربون كل شيء حرفياً كل شيء يخترب. الحين يقول يلا ارفع يد اللي قتل. الو وطف ولا واحد رفع يده، شو السالفه؟ شكل القاتل يحسب انها خدعه صح؟ فخ، يمكن يقصد منكوم ان اول واحد يقتل يموت على طول لو رفعت يدك يعني. اوكي لا زال سكوت. اوه ماي جاد، القاتل لا زال يشك في منكومه. ماذا لا احد يرفع يده؟ ماذا شو السالفه؟ اذا ارى كيف هذا، القاتل ما يريد الفيرس بلود، يريد يروح المحكمه. راح اعطي القاتل اللي يريده ونسويها في المحكمه. انا صراحه ما الوم القاتل اللي ما يرفع يده، بس يا اخي هذا القاتل غبي يعني، ليش ما يسال منكومه قبل يقول له هل فعلا لو قتلت خلاص راح اشرد يعني كذا بسلام؟ كمان القاتل فكر شوي فيها. الحين شاب يقول خلاص انتم تحققون، عشان قاعد يشرح التحقيق فهم بلازم نعرف. في شباب ياخذوا شباب يسولفون كثير، يا خلاص خلونا نستكشف وخلاص نتحقق. يقول لازم نثق في بعض ونبدا يعني التحقيق الجدي، اذا فقدنا الثقه في بعضنا بسبب هذا الشيء كله راح ينتهي، لازم نثق في بعضنا ونحقق في هذه القضيه. يا ريال حسه هو اللي يقدر يسويه، لان هذا شاب ايش حل قضيه واحده وصار محقق خلاص التيمت. هذا يقول انه منكم يريدنا يعني نتهم بعض عشان يعني خلاص ما نوثق في بعض. اوكي يلا شباب، يا اخي خرب اللحظة هذا، يا اخي نبغى الانفستيجيشن يبدا. او هذا الايباد اللي يقول لك التفاصيل كذا. شوف شو تقول هذه، معقول هذا الديث نوت كذا انه فايل المونوكوما. يلا يلا عطنا عطنا الايباد، يلا خلونا نشوف يا شباب. ايوه الضحية تم ايجادها في المكتبة. اوكي ايوه وقت الموت تقريبا كان على 9 و10 دقائق صباحا او لا مساء، والضحيه طبعا ايوه انضرب ضربه في راسه مما ادى الى موت يعني خلاص على طول، ما قدر يتنفس ولا قدر يسوي اي شيء. هذا شاب دام التفاصيل تكون مهمه في المحاكم. اوكي ما في لا اي جروح ثانيه، اما عاد بس كذا. اوكي بس اهم شيء عرفنا انه مات بسرعه على طول. حلو انضاف الادله. ايوه هذا شاب تقول ماستر مايند هو اللي قتل رانترو، يمكن اي ويمكن لا يا شباب. يعني زي ما قلت يمكن رانترو كانت عنده بطاقة عشان يدخل الغرفة السرية، واحد استغل هذه الفكرة. الحين هذا شوب بيجيب الكاميرات عشان نشوف الصور. اوكي يلا جاب الكاميرات. اوكي وهذه هي، والحين لازم نطلع الفيلم او شيء كذا. خلاص يا اخي. اوكي شوف هالزبالة قبل شوي يعني اخذت الكاميرا عشان تطلع لنا الصور كذا. اخيرا بدأ. اوه ماي جاد اقسم بالله يا اخي اتمنى اللعبه ما تكون كذا يا اخي، يجيبون سوالف ما من امها فايده. بس خلاص يلا الحين بدينا، وانا صراحه ما ادري ابدا من ايش. خلونا شاب نشوف الباب السري. ايوه كذا شاب سويتشي اخذ الحساس ونزله. اوكي شاب نضاف شيء للادله وانا ما ركزت عليه صراحه. يا اخي القضيه شاب ممكن تكون معقده لان فيها رسيفر وحساس وكاميرا ومدري ايش، يعني عاد ما قلنا بسم الله وكذا نبدا، بس انه ان هذا الرسيفر اوكي وحساس كان موجود فوق الرف. اوكي اي حد يحركه على طول راح يعني شو اسمه يشتغل هذا الرسيفر. اوكي نفس ما صار في الحلقه السابقه كذا تفعل. اوكي حلو. طب صح الجثه هناك بغيت استكشفها شوي. ايوه هذا يقول ليش رنتر مات هنا؟ عشان الكاميرا، يعني اذا رنتر هو اللي حرك شو اسمه الباب السري، هذا يعني انه جاء لهالمكان بعد ما الباب السري انفتح، راح لهذا المكان، ليش راح يسوي كذا؟ الكاميرا التقطت الصوره وما في اي دليل ان جسمه يعني تم تحريكه. اوكي يلا شباب خلونا نستكشف مثلا هذه الكوره. ايوه يقول ان هذه الكوره جت من شو اسمه المستودع اللي في الطابق الاول. اوكي فيها دم طبيعي يعني سلاح الجريمه، هذا فعلا ايوه سلاح الجريمه. ايوه هذا يقول ان الكوره ثقيله تحتاج انك تكون قوي عشان تستعمل هالسلاح. راعي الحشرات. الو اوكي شاب نضاف الادله، خلونا شاب نستكشف الجثه. اوكي حلو هذا الشويتي شاب يعلم كايدي وهالشيء حلو. اوكي في دم في راسه. طيب ايوه شيك على جيبه واللي لقاه هو اوكي بس مفتاح غرفته والايباد. ايوه البطاقة مو موجودة، اكيد اللي دخل الباب السري هو اللي اخذ البطاقة عشان ما يترك ادلة يعني. القاتل شاب اكيد هو اللي سرق البطاقة اللي كانت عند رانترو. بس خلاص. طب في دم هناك. اوكي ما اتوقع انه منه فايدة. اوكي هذا يقول ليش رانترو جاء للمكتبة؟ انا شاب قلت ايش؟ انه تجسس عليهم صح؟ سمعهم يقولون باب سري وهو حب يشوف. او ان رانترو متعاون مع الماستر مايند وكان يعرف عن هذا الباب. ايوه حين جاب الحوار لما قال راح انهي هذه اللعبه، هو اكيد هذا الدافع يعني، بس ايش المقصد كيف تنهيها؟ ايوه يقول لاحظ الباب زي ما احنا سوينا يعني. ايوه يقول انه ممكن توصل لنفس نتيجتنا ان الماستر مايند راح يجي هنا. ايوه اتعني انه عنده نفس الفكره حقتنا؟ مستحيل كان لازم يخبرنا، كنا راح نعمل مع بعض. والليله قطحت على الارض انصعقت من وزن الخوف. لا ما كان راح يخاطر زي ما قلت كان يشتبه في الكل. انا معاك يا كايدي لكن رانترو ما كان عنده اي حد يثق فيه، يمكن هذا الفرق الوحيد بيني وبينه. ايوه قدم يد المساعده ورجعها الى الارض. دايم ايش السالفه كايدي لنذهب.
لا يمكن نضيع وقت، لن تستسلمي صحيح، راح تنقذ الكل. شويتشي فنان هذا شويتشي صراحة، عاجبني. اوه ماي جاد، اوكي شباب بيتكلمون عن الدليل اللي شو اسمه اللي لما كايدي كانت ترتب الكتب عشان ما حد يقدر يدخل في الفنت، بس هو مكتوب انه ولا شيء تغير لما كايدي وشويتشي حطوا الكاميرات، الكتب يعني نفس ما هي. اوكي ما ادري ايش راح نستفيد ولكن بنشوف. طب هل السلم لا علاقه؟ اوكي الحمد لله ما في له شيء. وطف يقول القاتل ممكن ما رفع يده مو عشان بس يعيش، يبي يقتل الكل. وطف يعني هذا يستمتع في اللعبه ولا ليش؟ الكل هذا يبرر ليش انه يريد يروح المحكمه. ايه من سلامات من هالمجنون اللي كذا؟ مستحيل يا عمي، حسن اذا القاتل هو نفس الماستر مايند فممكن هذا الشيء يعني يستحيل. نعم حقيقي قتلنا يعني يبدو ان الماستر مايند راح يسويه. شوف احنا نتكلم عن لما الباب تسكر اول ما جينا المكتبه، ما حد لمس اللي اذا كيف هذا الشيء صار. واحد لما دخل باب لقى الزر يسكر، هذا بسيطه يعني. ايوه كيف فتح الباب السري هذا شاب شويتشي؟ ايوه الحين اكيد الكل مستغرب يقول وات شو جاب الباب السري هنا. ايوه يقول الحين اذا خلاص تركت الكتاب لا تقول لي بيتسكر. اند وطف الو اي كيف كذا؟ اوكي انا كنت فاهم غلط من اول، يعني عشان تسكر لازم تفكه، اذا كذا يعني رنتارو لما كان ماسكه والكاميرا لقطت صورته فكه وخلاص يعني تسكر لحاله، كيف ما تنزين؟ كلام انه واحد دخل الباب هذا مره غلط اذا كذا، خزانة الكتب هذه كانها باب اوتوماتيكي، يسكر بعد وقت، الحين بعد وقت ولا بعد ما تشيل يدك ولا ايش السالفه؟ والله شباب ما ادري ولكن المهم اتوقع خلاص يعني فهمنا الكونسبت، اذا ما سكر لحاله ما راح تقدر ترجع خزانة الكتب. بعد ما تدخل داخل ارى هذا خزانة الكتب لازم يعني تسكر بنفسها بعد ما تروح للباب السري. اوكي يعني طريقتين تسكر فيها، يا انك تفكه او يا انك تدخل الباب السري. اوكي الحين هذا الشيء منطقي نايس نضاف الأدلة، ولكن تظر اذا خزانة الكتب يتسكر بعد ما تدخل الباب السري يمكن سبب ان خزانة الكتب تسكرت نفسها لان الماستر مايند كان يتخبى يعني خلف الباب السري. يعني رجعنا للاحتمالية اللي قلتها ولا كيف؟ اذا لما تدخل الباب السري يتسكر الخزانة يعني فعلا اقدر ارجع احتماليتي ونظريتي بعد ما قتلوا رانترو وراحوا للباب السري. هذا نعم يعني يستحيل، نفس كلامي يا شباب. ليش قوي يا حبيبي ينفع نكون محقق؟ ايوه نشيك على هذا الشيء. يلا كيف نشيك عليه؟ اوه الغبار نايس مان يا شويتشي. خلونا نشوف يا شباب اذا في غبار في الارض ولا لا، او لا نشوف الفتحه يعني. ويت وات الغبار لازال موجود في الفتحه؟ اوه ماي جاد يعني ما حد دخل الباب السري. يبدو ان قارئ البطاقه ما استعمل، هذا يعني ان الماستر مايند ما تخبى هنا. طب يمكن في طريقه ثانيه تفتح فيها الباب نفس هذا الشاشه؟ يمكن يعني تستعمل يدك صح ولا لا؟ ماذا اذا الماستر مايند يعني بدل الغبار بعد ما استعمل البطاقه؟ مستحيل يا عمي الا لو كان عنده قوه ملاحظه قويه يعني. ولا تذكر بالضبط وين وديت الغبار؟ ما تحرك ابدا دايم. اوكي الماستر مايند ما راح لهذا الباب، او يعني مو حتى ماستر مايند، اي حد ما راح للباب. ايوه اللي حرك الخزانه كان رانترو نفسه. ايوه بس في فرصه ان في حد كان يتخبى هنا. حلو انضاف الادله. لا زلت اظن الماستر مايند هو القاتل، كل شيء راح يبين في المحاكم. ايوه شباب قاعد يتحكم في درون هذه، انظر الاختراع ميو العبقريه. انه دروم شو درون؟ لقد اخبرتك انه درون، اذا كان دروم راح يودينا لوحوش. والله ما ادري ايش هذا، لا افهم. طب ايش فايده الدرون هذا؟ متى كان عندك الوقت انك تصنعينه؟ مليت بعد ما صنعت الكاميرات حقتك. لذا صنعت هذا الدرون، حطيت فيه كاميرا عشان ياخذ صور جويه. ايوه هذا ممكن يعطينا دليل صح اذا في له كاميرا. من هنا راح استعمل الصور عشان ارسم مخطط للارضيه. ريلي نايس والله، بهذا اقدر احقق. دايم والله اختراع حلو، بس يعني ممكن تعطينا المخطط يعني ولا؟ اريو سيس ما نضاف الادله هذا. يا ليل الليل الفاضي يعني شو؟ اوكي شباب هذا نضاف الادله، واللي هو لما طلعت هذيك الموسيقى شاب انه يعني لما قرب ينتهي الوقت مكتوب انه كان يحفز الكل يبدا لعبه القتل وكان صوته عالي لما يعني جريمه حدثت. فيري كول. ايوه شباب هذا قال يعني اذا انت محقق اكيد في يعني تشتبه في واحد شويه صحيح؟ وهذا انصدم كذا يعني، لكنك انت تخاف انك تشتبه في احد صحيح؟ هو صح عنده ماضي مع هذا اسم التحقيق وهالاشياء. ايوه يا شويتشي تشتبه في احد ها؟ قول لنا على الاقل اول حرف منه. اوكي شباب نضاف شيء مهم، ان هذا الفنت شاب كان متصل في شو اسمه الصف اللي فوق، ويعني يقول لك انه كان مفتوح نفس ما هو يعني ما تغير
تغير ولا شيء. اوكي شباب الحين راح نروح لغرفة الالعاب عشان نسألهم في يعني وقت الجريمة ايش كانوا يسوون، عرفتوا يعني تعرفوا، ناخذ شهداء، هذا هو المختصر. فهذا هو غرفة الالعاب، يلا ايوه خلونا شباب نسأل مكي وتهو على طول تقول انا مشتبه فيها، انا بس نسألها انت وين كنتي شو السالفة. ايوه تقول لنا كانت فكرة كايتو ان نتجمع شو اسمه في غرفة الالعاب، فجأة خبرنا ان نسوي اجتماع وجمعنا، قالنا لازم نحارب مونوكوما اول ما الوقت ينتهي، وجاب 7 اشخاص يعتقدون مفيدين في قتال. انت من جدك يا كايتو تجيب الورعة هذه؟ جاب الكل هذا يا عمي شوف، ولكن متأكد اذا هذول 7 يعني راح يكونوا مفيدين في القتال. وطف يقول ان كايتو يعتقد ان هذه السحر حق هيموكو اللي هي هذه الصغيرة اتوقع، وارتباط عانجي بعطوة. طبعا هذه شاب انجي كل شوي شو اسمه وتقول عطوه راح ينقذنا، عطوه مدري ايش ذلت امنا بعطوه هذا، فعشان كذا جابهم. واو يا كايتو بس ايوه صح، ليش يجيبها هذا شاب نظراته ما ادري كيف غريبه صراحه، معقول هذه كانت مربيه اطفال؟ ايوه فقط نظر اليه وقال ايه نعم تعرفين تحاربين انت. ديم اوكي على طول كذا. ايوه بس قلنا ليش اساسا في هذه الغرفه يعني؟ كايتو قالنا يعني يا مونوكوما ما راح يلقانا هنا، طيب والكاميرات ايش فايدتها؟ ايوه ورانتورو ايش كان يسوي معاكم؟ هل كان في الاجتماع؟ ايوه كان في البدايه، بعدين قال بروح الحمام وطلع برا. ايوه كايتو تينكو راح يدورونه عشان ينهون الاجتماع قبل ما ينتهي الوقت. ايوه هذا حدث حوالي ساعه كم؟ عطينا. هاي وصح لما نزلنا كايتو كذا جاء وقتكم مثالي تعالوا يعني الاجتماع، لما قلت يا عمي ولا اجتماع ولا شيء. اوكي فعلا يعني هذا اللي صار. ايوه بعدين هل اربعتكم انتظرتوا في الغرفه طول الوقت؟ ايوه الكل انتظر ما عدا جونتا، معقول راح الحشرات يسويها؟ جونتا ما كان معاكم؟ جونتا ظهر لكن بعدها راح وقفل نفسه في غرفه الاي في اللي ورا. ايوه يعني اول ما سوى الجريمه شرد. بس صبر كيف الباب السري نسكر زين اذا كذا؟ كان في غرفه الاي في بنفسه مشبوه صحيح؟ الاثنين حسوا بنفس الشعور، مين اي اثنين؟ روحوا لغرفه الاي في بتحصليهم هناك. ايوه شهاده ماكي هذه شهاده قويه صراحه. طيب يلا الحين شباب نروح غرفه الاي في. اوكي شو السالفه ما اقدر اطلع من هالغرفه ليش؟ هاي يقولنا غرفه الاي في متصله في هالغرفه، يعني ما طلع من غرفه الالعاب ولا ليش؟ بس يمكن في غرفه الاي في في مخرج يخليك تطلع يعني. ايوه الحين راح نكشف كل شيء. انتظروا كنت ما قتل اي حد. ايوه قلت لك احنا ما نقول انك انت سويتها، فقط نريد التحدث. لا انه هو عنده وجه القاتل، لا تحكمي على جونتا من الخارج، من الداخل جونتا يعني جنتلمان. ما الذي يحدث هنا؟ او هاي ذير كايدي نحاول نساله. اوكي شباب والله ما ادري ايش قاعد تقول هذه، ولكن جونتا ليس يا اخي ما تقول لي يا جونتا القاتل رهيب يا اخي. ايوه كنت في شو اسمه غرفه الاي في طول الوقت صحيح، بس ايش كنت تسوي لوحدك؟ ايوه يقولنا جونتا يعني كان سعيد للاجتماع، بس جونتا مو بذكي، لذا جونتا قاعد لوحده يطالع فيلم حشرات. وطف هذا شاب يسوي نفسه كذا وان غبي ها، اشوف الواقع شخص ثاني مختلف. فيلم الحشرات يملأ جونتا بالقتال، يخلي جونتا مستعد لقتال مونوكوما، ولكن ليش كان مقفل؟ هاي بصور يا وطف كان مقفل. الو هاي يقول جونتا كان يحتاج شو اسمه التركيز، اذا جونتا ما ركز جونتا ما راح يعني يصير تمام في القتال. طب ايش دخل انك تقفل الباب؟ سكره وخلاص لا تقفله. جونتا يريد يحمي الجميع. ايوه بدا يعرق، ولكن انتم ما راح تصدقون جونتا ها، لان جونتا كبير ومخيف. ايوه بدا يعصب الشباب له، لان جونتا يعني يشعر بان ما منه فايده. والله شباب ما ادري يعني هل هذا مشبوه فيه ولا في يعني خرب في المخ ما ادري. اوكي شباب خلونا نستكشف هذه الغرفه. ايوه اول شيء جاء في بالي شاب اللي هو هذا فيديو بلاير. اوكي جيجي ما منه فايده. الدلو هذا الدلو اكيد مره متصل. ايوه تقول انها اخذت احد البوسترات. وطف الو هذه لعبه دانجر ربا نظر. رميها في مكان لعبه خايسه. ايوه هذا الباب مختلف عن الباب اللي دخلنا فيه يعني لغرفه الالعاب. هل متصل للصاله؟ اوه الو خلونا نشيك يا شباب. اوكي حاول تفتحها، ولكن ايوه شو السالفه ما ينفتح او لا ما ينفتح بالكامل. اوكي تقدر بس يعني تمد يدك، اما عاد مستحيل تستخدم هالباب، بس كنت قوي يعني يقدر. ايوه شلل هذا اصبع. اوكي شويتش يقول مستحيل انه يسويها لان في غبار يعني تحت شو اسمه الباب. اوكي صح لو راح الغبار يعني فعلا سواها. شيش يا سويتشي والله مو طبيعي هذا. اوكي شويتشي شاب حاول مره ثانيه يفتح الباب، شو السالفه؟ اوه وطف يقول تقدر تشوف شو اسمه المدخل اللي ورا
للمكتبة من هنا. أيوة هذا الباب والباب الخلفي حق المكتبة جنب بعض يعني. إذا كذا صبر، هل معقولة رمى الكورة؟ لا مستحيل شوابي. أوكي شوف نضاف الأدلة. إذا هذا الباب يا شباب يطل على المكتبة، أحس إن جونتا يقدر يشيل الكورة ويرميها على هذا مين رنتر. ما أدري أحس إن هذا أكثر شيء منطقي ولا؟ أيوة جونتا اعترف يا جونتا. بس خلاص الحين طلعنا من هالغرفة ما في شيء نستكشفه. باقينا بعد نكلم كم واحد مثلاً، خلونا نشوف هذه يا رب إن منها فائدة. أوكي قالت نفس كلام ماكي جيجي. اوكي شباب وصلت لهذا. هذا خلاص ما راح اقول نقت. اوكي بنقول اسمه الحقيقي كوكيتشي. اوكي راح نحاول نحفظه. كوكيتشي احس شباب لقى شيء قوي صح ولا؟ يا هذا شباب قاعد يضيع وقت يا اخي. كمان عندك دليل ولا لا؟ ايوه عطاله في وجهه. ايش كنت تسوي وقت مارانت رومات؟ اوكي هذا الشيء يا ليل الليل يقولوا انه كنت في المكتبة قاعد اضرب برانترو في راسه. واضح ان هذا شاب من النوع الترول. اساسا اكتشفنا الكورة ما تنشل من واحد ورع نفسك. ايوه وقال راح اخبركم في المحكمة راح يكون ممتع اكثر. المحكمة راح تكون مملة لان عندنا صور. خيبة مجنون هذا يا عمي. لعبة حياة او موت. انا متحمس اريد المحكمة تبدأ. الله حتى انا ودي صراحة يعني. ايوه شاب الروبوت سألنا ايش كنا احنا نسوي وقت هذا، وقلنا ان احنا ايوه كنا في الكلاس روم اللي فوق. اوكي شاف في شيء مهم ما شيكت عليه يعني شو اسمه بتمعن. اوكي مكتوب ان كايدي والشويتشي كانوا ايوه يراقبون لهذا او كانوا في الكلاس روم يعني اللي جنب القبو. وبالرغم ان الشويتشي راح يشيك على القبو، الاثنين كانوا بعض طول الوقت الين ما الرسيفر تفعل. بس اتذكر ان لما الرسيفر تفعل كنا مع بعض. شو السالفه؟ اتذكر ايوه صح شويتشي كذا طلع لفتره بس ما ادري عشان اي سبب نسيت صراحه. بس في المحكمه شاب يعني راح توضح بالتفاصيل. اوكي قلنا هذا الفنت متصل. عرفنا شاب ان هذا الفنت متصل بين الكلاس روم والمكتبه، وايوه كانوا هنا عشان ما يخلون شو اسمه القاتل يستعمل هذا الفنت يراقبون يعني كانوا. وايوه صح كايدي عبت الفنت حق المكتبه بالكتب، فهذا الشيء راح يصعب على اي حد انه يدخل ويطلع. حلو انضاف الادله. ايوه شاب هذا يقولنا لما اندار القاء الجثه اشتغل كنت في قاعه الطعام. اللي كانوا معاي كانوا ميو كيرومي وتسوموغي. اوكي شباب مدري ايش هالكلام عليه اصفر. يقول لك باستا يعني طعمها نفس العجوز القديمه. والله شباب مدري بس هذا واضح انه يعني اللي كتبه عزيز يا ليل. ايوه يقولنا ميو كانت تعمل في شيء اللي هو الدرون صح. كان في احد الاوقات اللي تسوموغي طلعت عشان تستعمل الحمام. اوكي تسوموغي هي الالتيميت كوسبلاير، راحت للحمام بالسر عشان يعني تلبس لبس ثاني او تتلبس شخص ثاني. ايوه اوكي شباب راح نكلمها الحين. حلو نضاف الادله يا حبيبي. كم دليل فيه؟ والله التحقيق الحين شكله مره بيطول. اوكي هذا شاب يقول وقت الجريمه كنت في الغرفه وريوما حتى كان في غرفته. حلو نضاف الادله. اوكي شباب هذه الالتيميت كوسبلاير ايوه سناها اذا تقدر تتلبس اي حد. راح اكون واضحه، انا فقط اسوي كوسبلاي للشخصيات الخياليه، ما اسوي كوسبلاي لاشخاص حقيقيين او ما اقدر اساسا. وتاشوب تقول بتوريني بتوريني ايش؟ اوكي شباب الو. اوكي شباب تقول راح اسوي كوسبلاي يعني لك فتحتاج ملاها الملابس. وتفشو هذا مره كوسبلاي كايدي هذه صراحه. اللون والشعر مره يعني خليني اقول ايه هذه كايدي هذه ولا كوسبلاير. مرحبا انا كايدي. آمين. تجيني حساسيه لما البس كاشخاص حقيقيين. التفشه الغريبه هذه. اوكي خلاص شباب امشي رجعنا للمكتبه. والب ما استفدنا شيء يا شويتشي. ايوه شوفوا كايدي يا شباب تسومي جمالها ما قدرت يعني اسمه تلبس. تفهمين الحين صح بما انك شفتي المرض او الحساسيه. كوسبلاي هو الحب. اوكي شحن ما ادري تتكلم عن الكوسبلاي. ايوه خلصنا خلاص صح ولا في بعد زياده؟ تكفى تقول لي بعد زياده والله خلاص تعبت يا عمي. ما توقعت ان ارجوك يس اشكركم اشكركم انكم جيتوا اخيرا اعطيتوني يعني شيء حلو كلام حلو. مرة متحمس على محاكم اللعبة هذه يا شباب لأنه سمعت مدح قوي جدا يعني موسيقى ميني جيمز كل شيء. والله علي ما ادري ايش فيه يا عمي. شوي بنفجر بس يا حبيبي ما اهتم خلاص وي فينيشت. الحلقة الجاية راح تكون محكمة. والله عين شباب والله محكمة شكلها خمس ساعات اتوقع شباب خمس ساعات ولا يمكن 10 ساعات ولا 20 ساعة ما ادري يمكن كذا. بس صح الصور باقي الصور. اوكي خلاص الدليل الاخير هو الصور خلاص صح. والله كنت بنهي يا عمي الحمد لله ما انهيت. ايوه يلا روح للمستودع يا شباب عشان نجيب الصور. يلا يلا شباب الصور راح تحسم كل شيء يا شباب. ايوه بعد حاطين كذا كلام على يعني كل كاميرا. ايوه الكل اتجمع يا ساتر. يلا يلا مين القاتل؟ جونتا الو. انا احس شباب جونتا راح ينفضح. تخيلوا شباب الصوره تطلع كوره كذا طايره في الهواء. بيطلع فعلا ان جونتا رمى هذا على رانترو. اوكي اول كاميرا شباب هي حقه المدخل الامامي وفيها اربع صور يعني. يلا خلونا نشوف اول صوره. ايوه حلو هذا لما وصلنا للمكتبه. اوكي اخذ صوره يعني لما وصلنا. نعم هذا قبل ما نلقى يعني جثه رانترو. اوكي يلا الصوره اللي بعدها.
ايوه هذا لما الجروب دخل صح لما سمع لا مو لما سمع لهذا لما سمعوا صراخ تينكو صح هذا الجروب دخل وهذا ليش عافي اوه ماي جاد المهم هذا ايوه بعد ما سمعنا صراخ تينكو ركضنا اوكي للصوره اللي بعدها ايوه هنا لما سمعوا اعلان الجثه الكل وصل وصح في بعد صور زياده شباب هم قالوا اربع صور فيلا نشوف الصوره الاخيره وطف شو هذا شويتشي ماذا تفعل اوه اسف لقد فعلت احد الحساسات لما كنت اشيل الكاميرا اوكي شكله مدري كيف غريب ماذا تقول اوكي خلاص الصوره ما منها فايده طيب يلا باقي بعد ملفين حلو نضاف الادله يا شباب وين الصوره اللي رانترو يكون موجود فيها بس المره في صورتين فقط في الباب الخلفي طيب يلا عطنا الصوره الاولى ايوه بس خلاص جيجي اتضح يا شباب ان رانترو راح للباب الخلفي ايوه من لعبه من غرفه الالعاب لما قالوا بروح الحمام لانه كان قريب يعني اوكي باقي الصوره الثانيه يلا 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 شباب الصوره الثانيه اسقلب شكرا شكرا شويتي مره ثانيه فعل الحساسات اوه اسف مره ثانيه لما كنت اشيل الكاميرات طب بعد في الملف الاخير نضاف الادله باقي الملف الاخير يا شباب الو ايوه قال ممكن يقول لنا شيء يلا الكاميرا اللي كانت عند الباب المخفي اللي كانت يعني على مين الباب المخفي ايوه في صورتين الاولى كانت عطنا عطنا يلا ايوه رانترو يا شباب شوفوا كيف فتح الباب السري اوكي وطبعا هو فتح شباب شوفوا كيف الفلاش ضارب في عينه فاكيد بيستغرب خلونا شباب نشوف الصوره الثانيه يلا يلا شباب الصوره الاخيره الصوره ذا ايوه اوكي ايوه نفس ما قلت رانترو كذا شاف الكاميرا وقال اي شنو ذي وانصدم يعني بس انه ايه ما استفدنا شيء ايش السالفه اين القاتل الو يمكن شاب القاتل كذا متخبي ورا ولا شيء ولا يمكن انعكاس عينه يا شباب يبين اوكي لا مستحيل كذا يا شباب طولت وانا اشيك على الصوره ما في شيء يا شباب خلوا شباب تعليقاتهم يمكن تعليقاتهم تبين شيء ماذا يفعل رانترو ايوه يوصل للكاميرا عشان يحاول يخرجها ايوه لاحظت شيء وانا اشيل الكاميرا الحساس لهذه الكاميرا كان مطفى كيف كذا في هذه الحاله هذه الصوره انأخذت قبل ما الحساس يعني ينطفي الحساس انطفى فجاه يعني ولا كيف يعني بعد هذه الصوره انطفى ولكن هذا يعني رانترو لاحظها شاف كاميرتنا المخفيه لما تحرك الخزانه يفعل الحساس وهذا يفعل الكاميرا صحيح ايوه صح في شيء غريب خزانه الكتب خلاص تم تحريكها اوريدي فليش الحساس تفعل الحين اتذكر شاب ان شويتشي قال ان فيه كذا تاخير شيء كذا صح والله شاب نتشر ولكن المهم ماذا حدث للقاتل كيف مو موجود في ولا هذه الصور ايوه كانت هذه الصور الاخيره قبل ما رانترو يموت God damn it ما وصلنا لاي يعني دليل او تلميح بس اوكي انضاف ممكن يكون مهم يمكن شاب ايوه صح الدببة هذولة شالوا الصورة اللي كان موجود فيها القاتل ايوه هذا شيء منطقي يلا ايش بتقولين الحين تقول لا ما سويت هذا الشيء شوف النصابة انا اشك صراحة بس اكيد شاب لازم يعني كيف راح نحققه وكذا اذا القاتل ما راح للمكتبة فكيف قتلوا رانترو كنت يا شباب اليد الحديدية ايوه هذا شاب يقول كوكتشين شو اسمه رانترو كان معاه الايباد طول الوقت وفعلا ليش ماسك ايباد طول الوقت ايوه قال الايباد ما في له شيء اوكي جيجا ضيعنا وقت شكرا يا كوكتشي ولب فالمحكمة راح تبان الحقيقة والحين خلاص العراب وقت المحكمة اتى اوكي خلاص شباب الحلقة الجاية المحكمة وعاد شوف المحاكم والاشياء راح تكون قوية الحقيقة ممكن تكون حلوة ولا ممكن تكون مرة ولا ممكن تملأك بيأس لا نهائي هذه يا شباب معاكم دانج الروبا اوكي للي جديد في السلسلة عموما شباب ترقبوا الحلقة الجاية وهنا صنع الفيديو اتمنى عجبكم وسيا